أن كل شهر يحضر يعقوب الموت القادم به في قلبها شي حصيصة تما قسموها شي دريهمة تما القادم به ما تعبدون من بعد قال نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وهذه الوصية ديال شي ضروري أنه كانت صياغة ما يمم خص الوصية المؤمن تكون في المسألة ديالو تحت المسألة ديالو دائما يعني معناها يستحضر الموت ملي يجي ينعس الوصية راه حداك كتقول لك راك غادي تمشي